نهار 13 ابريل 2023 اي قبل يومين غادي يخرجوا النتائج ديال واحد البحث دارته المندوبيه الساميه للتخطيط مع المواطنين المغاربه باش تعرف وضعيتهم المعيشيه. هاد النتائج كانوا صادمين وفيهم ارقام مرعبه. وفاش كنقول ارقام مرعبه ماشي كنبالغ، راه بالصح مرعبه. واش فراسكم ان 85% من الاسر المغربيه تدهورت حالتها بشكل حاد، و 50% من الاسر كيعيشوا غير بالكريدي، طبعا بحال حالتنا كاملين. وشكون فينا اللي ما بقاش عايش بالكريدي؟ الا ما شديتي الكريدي عند البنك غادي تكون شادو عند مول الحانوت، عند الفارماسيان، ولا ما شديتي عند الفارماسيان غادي تكون شادو عند الخضار. هذا البحث اكد على ان مؤشر الثقه عند الاسر المغربيه وصل لادنى مستوى له من نهار بدات كدير المندوبيه هذه الابحاث قبل 15 سنه. هاد النتائج طبعا اللي ما غاديش تعجب البعض واللي بان له كل شيء رخيص والاسر عايشه في الرفاهيه والخير، كتبين لينا فشل الاحزاب السياسيه والسياسيين في هاد البلاد. هاد النتائج لو كانوا خرجوا في بلاد كيحترموا فيها السياسيين المواطنين ديالهم لكانوا قدموا استقالتهم جميعا واعترفوا بالفشل ديالهم وخلاوا رجال الدوله والغيورين على هذا الوطن واللي عندهم الحرقه على هاد البلاد يخدموا ويحاولوا يصلحون ما افسده بعض السياسيين. وبالمناسبه غنفتح قوس ملي كنتكلموا على بعض السياسيين، راه ماشي كلشي عندنا سياسيين، لانه من نهار جات هذه الحكومه رفعت واحد الشعار ديال حكومه الكفاءات، وفي الحقيقه هي فعلا حكومه الكفاءات. الى ما قارنا الارقام التي صرحنا بها دابا 85% و 50% عاد الى رجعنا 3 مليون من المغاربه نزلوا تحت خط الفقر، عاد الى بغينا نديروا قراءه بسيطه على ان اليوم هي ما بقاش كاينه الطبقة العليا والطبقة المتوسطة والطبقة السفلى، كاين ديركت من الطبقة العليا كتنزل ديركت للطبقة السفلى، واندحار ما يسمى بالطبقة المتوسطة في المغرب بفعل طبعا السياسات العمومية الفاشلة اللي انتهجتها هاد الحكومة منذ مجيئها واللي كتعلق فيها باقي الفشل على شماعة الماضي وعلى بعض الحكومات السابقة، مع العلم على أنها أغلب الأحزاب التي تشارك الآن في الحكومة كانت ضمن التشكيلة الحكومية السابقة وكانت ضمن التشكيلات الحكومية السابقة على مدار سنوات طويلة. غادي نأكد وغادي نقول على أنه اليوم هي إلا سمعنا التصريحات ديال بعض السياسيين بين قوسين غادي نقول لك على أن هذه التصريحات لا تنتج إلا الفوضى، ما كتنتج المعنى، تنتج الفوضى في الحقيقة، لأنه كتبقى تستغرب على أن هؤلاء يبررون الفشل ديالهم بمجموعة من المعطيات اللي كتخلي تجبر المواطن المغربي على أنه يكون خبير اقتصادي، والمواطن المغربي ما مطلوب منه سواء العادي أو المتوسط يكون خبير اقتصادي يفهم في التضخم الداخلي والتضخم المستورد وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرات الجفاف وكورونا وغيرها على القطيع ديال البقر ولا على الأغنام ولا على غلاء الخضر في الأسواق. يعني مجموعة من الحوايج اللي خاصك انت تولي خبير باش تفهم عاد الحكومة التبريرات اللي كتعطيها. كنفتح قوس أيضا وكنقول على أنه اللي قالنا على أنه الحكومة أو هاد الأحزاب المكونة للحكومة هي فقط من تملك الحقيقة وهي اللي خاصنا نسولوها لأن تملك الحقيقة، غادي نقول لهم على أنه أولا الحقيقة في العلم نسبية والحقيقة لا يملكها إلا الله، والحقيقة نحن كمغاربة لا نحتاج أن شي واحد يوريها لنا، ما عليك إلا أنك تمشي للسوق وتشوف، ما عليك إلا أنه تدير قراءة بسيطة للمخططات اللي دوزناها المخطط الاخضر وغيره 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 وغيره، وغادي تفهم على ان الحقيقه واضحه وضوح الشمس كما كيقولوا في نهار جميل، والحقيقه اليوم لم تعد ما غاديش نقدروا نغطوها بالغربال لانها واضحه وما نحتاجوش لمن يقولها لنا، الحقيقه هو على انه كنخلصوا الضرائب وكنقروا اولادنا في المدارس الخاصه، الحقيقه على انه كنخلصوا الضرائب وكنمشوا نداوى في المصحات الخاصه، الحقيقه على انه هناك انتكاسه اليوم في الصحه وفي التعليم وفي مجموعه من القطاعات، الحقيقه اليوم على انه منذ بداية رمضان إلى أواخر رمضان عاد بدأت شوية الخضر كتنزل واللحوم كتنزل، الحقيقة على أنه دوزنا أصعب رمضان منذ عرفنا رمضان.
هذا رمضان هذا دوزناه جحيما لا يطاق في غلاء الخضر وفي غلاء الفواكه في غلاء اللحوم. والباش كملوها وجملوها جابوا لنا جاموس ما يقد حد يأكله وجاموس غير مفهوم ولا خرج أي أحد يبرره ولا يقولنا لماذا أتى به. ونحن دولة تنتج ونحن دولة على مدار سنوات طويلة كانت عندها بزاف ديال الحواج اللي ما تحتاج أنها تستورد بل خاصها تكون تستورد. خلاصة الكلام على أنه اليوماتية راه مات لا كاين ما يتبرر، كل شيء واضح قدامنا والحقيقة نحن عارفينها وما نحتاج حد يقولها. وذا الشيء اللي كتتكلموا عليه انتم وكتبروه راه نحن عيينا منه. والمواطن إذا صوت على هذه الحكومة فإنه ينتظر حلولا لمشاكله ولا ينتظر تبريرات تعلق دائما شماعة الفشل على الماضي. شوفوا معنا الحاضر، شوفوا معنا المستقبل، الله يرحم باكم وتيكوا الكارطة إلى بغيتوا هذه الأمور تمشي القدام. تحياتي لكم، السلام عليكم.